رحمة الله وبركاته ازيكم يا أولاد يا رب تكونوا بخير احنا اخدنا في الفيديو اللي فات الجزء الاول من درس النبات الطبيعي والحيوان البري واخدنا ايه المقصود بالنبات الطبيعي وايه هي انواع النبات الطبيعي واتكلمنا عن اول نوع من انواع النبات الطبيعي اللي هي الغابات وعرفنا يعني ايه كلمة غابات وايه اهمية الغابات طيب هناخد النهاردة بقى حاجة جديدة اللي هي الاخلال بالنظام البيئي يعني إيه كلمة الإخلال بالنظام البيئي؟ يعني النظام البيئي حصل فيه خلل، طيب إيه الخلل ده بقى؟ نتيجه ايه؟ نتيجه ان الانسان ازال مساحه واسعه من الغابات، طيب الانسان اللي عمل كده علشان يستفيد بالاخشاب اللي موجوده في الاشجار بتاعه الغابات دي واحل محلها الزراعه ابتدى ان هو يجيب بقى البذور ويحطها في التربه الزراعيه وابتدى ان هو يرويها ويسقيها لحد لما انتجت محاصيل زراعيه. طيب هل الخلل ده هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى اختفاء انواع كثيره من الحيوانات والطيور لان كانت في المناطق اللي بيبقي موجود فيها الغابات كان بيعيش فيها انواع كثيره من الحيوانات والطيور وكانت بتتغذي علي اشجار الغابات دي ونتيجه ان الانسان ازال مساحه واسعه من الغابات ادي الي اختفاء انواع كثيره من الحيوانات والطيور طيب اللي حصل تاني هنقول حدث ارتفاع في درجه الحراره على سطح الارض طيب ليه نتيجه ان الغابات احنا عارفين ان الغابات كانت من اهميتها ان هي كانت بتمتص الغازات الضاره من ضمن الغازات الضاره اللي كانت بتمتصها الغابات دي اللي هي غاز ثاني اكسيد الكربون وكانت بتعمل على إيه؟ انتاج غاز الاكسجين طيب نتيجه ان الانسان ازال مساحه واسعه من الغابات ادى الى ايه ارتفاع في درجه الحراره بسبب زياده نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون، ونقص نسبة الأيه؟ الأكسجين. طيب. بيجي هنا سؤال مهم جدا في الجزئية دي هيجي ويقولك ما النتائج المترتبة على إزالة الإنسان لمساحات واسعة من الغابات النتائج اللي ترتبت على كده هقول أول حاجة أدى ذلك إلى الإخلال بالنظام البيئي حيث اختفت أنواع كثيرة من الحيوانات والطيور تاني حاجة ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض بسبب زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون ونقص غاز الأكسجين أول نوع من أنواع الغابات دلوقتي اللي هناخده اسمه الغابات الاستوائية وعرفنا ان الغابات دي ليها أنواع طيب ايه هي أنواعها؟ الغابات الاستوائية تاني حاجة غابات البحر المتوسط. تالت حاجة الغابات النفضية رابع حاجة الغابات الصنوبرية طيب أول نوع هنتكلم عليه دلوقتي اللي هو الغابات الاستوائية يا ولاد من اسمها غابات استوائية يبقى الموقع هتنمو فين هتنمو في المناطق الواقعة على جانبي خط الاستواء لذلك سميت بالغابات الاستوائية طيب إيه الخصائص النباتية للغابات الاستوائية دي هنقول إن هي بتتميز بأنها كثيفة ودائمة الخضرة يعني كثيفة زي ما موجود قدامنا دلوقتي على الصورة ان هي كتيرة جدا ودائمة الخضرة يعني دايما اشجارها لونها اخضر طيب ده بسبب ايه بسبب غزارة سقوط الامطار ودرجة الحرارة المرتفعة في ناس هتقول ازاي درجة حرارة مرتفعة وازاي سقوط الامطار هنقول تاني بسبب ارتفاع في درجة الحرارة ايه اللي بيحصل للهواء السخن عارف مكانه يتصاعد الهواء الساخن المحمل ببخار الماء الى طبقات الجو العليا فايه اللي بيحصل له يبرد وبيتكاثف وبينتج عنه سقوط امطار لذلك هي بتكون ايه دائمه الخضره طيب ايه اهم اشجارها يا ولاد المطاط والكاكاو والماهوجني طيب ايه اهم الحيوانات اللي بتعيش في الغابات الاستوائيه دي هنقول الزواحف والقردة والطيور الملونه والحيوانات دي هي الوحيده اللي تستطيع ان هي تتلائم مع الحياه في الغابات الاستوائيه يعني تقدر ان هي تتحمل ارتفاع في درجه الحراره وتقدر ان هي تتحمل كمان ايه غزارة سقوط الامطار تاني نوع هنتكلم عليه دلوقتي اللي هو غابات البحر المتوسط من اسمها غابات بحر متوسط يبقى هتنمو فين في اقليم البحر المتوسط في مناطق السهول والاوديه طيب الخصائص النباتية للغابات البحر المتوسط بتتميز بيه أشجارها هنقول تتميز أشجارها بأنها دائمة الخضرة برضو زي الغابات الاستوائية ومن النوع اللي بيتحمل الجفاف يعني ايه يعني ممكن ما يبقاش فيه سقوط امطار وبالتالي بتقدر ان هي تتحمل الجفاف وبتكون برضو دائمه الخضره نتيجه ايه ان الجذور بتاعها الجذور بتاعتها بتكون ممتده قوي تحت في الارض فبتستطيع ان هي تحصل على المياه تمام طيب ايه هي اهم اشجارها الفلين يبقى اهم اشجار الغابات البحر المتوسط الفلين طيب ايه اهم حيواناتها الاغنام والماعز النوع الثالث للغابات اسمها الغابات النفضية اسمها الغابات الايه النفضية طيب هي ليه تسمت بالاسم ده لانها لان الغابات دي بتنفض اوراقها في فصلي الشتاء والخريف بتبتدي ان هي ايه آه تنفض اوراقها كده بتبتدي ان هي تعمل عملية انتعاش للاوراق بتاعت الغابات دي في, في فصلي ايه الشتاء والخريف طيب بتنمو فين النباتات دي او الغابات دي بتنمو في الاقاليم المعتدله البارده بتنمو فين في الاقاليم المعتدله البارده يعني الاقاليم المعتدله البارده يعني ما بيكونش الجو فيها بارد قوي بتكون درجه الحراره فيها معتدله ولا فيها ارتفاع في درجه الحراره ولا بيكون فيها انخفاض في درجه الحراره طيب ايه اهم اشجارها الزان والبلوط اسمها ايه تاني الزان والبلوط طيب ايه اهم الحيوانات السنجاب والقطط والتعالب والطيور النوع الرابع اللي هنتكلم عليه دلوقتي للغابات اسمها الغابات الصنوبرية الايه؟ الغابات الصنوبرية بتنمو فين؟ في المناطق الباردة يعني ايه المناطق الباردة؟ يعني المناطق اللي, بي... اللي بيكون فيها سقوط امطار وبيكون امطار آه سل سلجيه يعني بيكون فيها آه سقوط ثلج مش امطار عاديه لا ده بيبقى بيتساقط فيها الثلج طيب من ضمن النباتات اللي موجوده او من ضمن الاشجار اللي بتبقى موجوده اشجار الصنوبر يبقى اهم اشجارها ايه الصنوبر طيب بالنسبه للخصائص النباتيه شكل النباتات في الغابات الصنوبريه دي بيبقى شكلها عامل ازاي هنقول اشجار دائمه الخضره وهي الصفه الغالبه على اشجار هذه الغابات ان دايما بيكون لونها اخضر بالاضافه الى صفه اخرى وهي ان اوراق هذه الغابات مخروطيه يعني ايه مخروطيه زي ما احنا شايفين قدامنا كده في الصوره ان هي تحس ان هي على شكل ايه آه مثلث شويه او على شكل اللي هو الطربوش اللي بنجيبه في أعياد الميلاد اللي هو اللي بيبقى على شكل مثلث هو اسمه شكل مخروطي شكل مخروطي تمام طيب ليه هي الغابات دي بيكون الأوراق فيها على شكل مخروطية الشكل هنقول حتى لا تتراكم عليها السلوك حتى لا تتراكم عليها الايه السلوك يبقى هيجي سؤال مهم جدا في الجزئية دي هيجي يقول لي بما تفسر لا تتراكم السلوك فوق الغابات الصنوبرية ليه السلوك ما بتتراكمش فوق الغابات دي هنقول لأن غطاؤها الورقي مخروطي الشكل وبالتالي لا تتراكم عليها السلوب. طيب ايه اهم الحيوانات اللي بتعيش في الغابات الصنوبريه دي هنقول الثعلب القطبي يبقى اهم الحيوانات اللي بتعيش في الغابات الصنوبريه هو الثعلب القطبي